وتمكنت فصائل المعارضة المسلحة من استعادة السيطرة على قرية كان تنظيم الدولة الإسلامية قد سيطر عليها شمالي مدينة درعا. وذكر مصدر من قوات المعارضة أن المقاتلين شنوا هجوما مضادا تمكنوا خلاله من طرد عناصر التنظيم وتكبيده العديد من القتلى والجرحى. وكان مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية قد استولوا على مواقع في أطراف منطقة اللجة بريف درعا الشرقي ومواقع في ريف محافظة السويدة. داعش